شهد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء أمس حفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم في العاصمة مسقط تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد وحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والرياضية وقيادات كرة القدم الآسيوية. وقام معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بتتويج الفائزين في مختلف فئات الجوائز لأفضل اللاعبين والمدربين والحكام والاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية خلال عام 2018. ورفع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الشكر والعرفان إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد على التسهيلات الكبيرة التي وفرتها مختلف الجهات الرسمية في السلطنة لحفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وأشار معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن الاتحاد القاري يحرص من خلال هذا الحفل على تكريم المنجزين على امتداد عام كامل من البذل والعطاء والتميز، مؤكدا أنه سيعزز الإرث المستدام للكرة الآسيوية، كما سيعلي قيم البذل والعطاء بين أسرة اللعبة من أجل بلوغ أعلى مراتب النجاح والتفوق.